السلام عليكم. اليوم راح نشرح عن سير اكتف بروتين تايتر بالعملي. الخطوه الاولى نضيف النورمال سلاين او الدلوانت 50 مايكرو لتر لكل ويله. الخطوه رقم 2 راح نضيف السيرم الخاص بالمريض للويله رقم 1 فقط السيرم يضاف للويله رقم 1. بعد ما نضيفه للويله رقم 1 راح نبدي بعمليه التايتريشن او التخفيف، ونبدي نخفف وننقل 50 مايكرو لتر من الويله رقم 1 للثانيه وبعدين للثالثه والاخيره، وتهمل الكمية الأخيرة مثل ما تلاحظون. الخطوة اللي بعدها راح نضيف سيرا اكتف بروتين رايجنت لكل ويلة قطرة واحدة فقط. بعدها نبدي بعملية الميكسينج، نمزج بشكل جيد، وبعدها ننتقل لقراءة النتائج بعد دقيقة واحدة فقط من عملية الروتيشن. بعد عملية الروتيشن مثل ما تلاحظون وقلنا بعد دقيقة واحدة راح تلاحظون ان الاجلوتينيشن فقط للويلة رقم 5، الويلة الأخيرة رقم 6 ما بها اي اجلوتينيشن، وبهالحالة معامل التخفيف راح يكون 1:32 بالويلة رقم 5 مثل ما شرحنا بالفيديو، والتايتر الخاص بالعينة راح يكون 32:6، وبالتالي راح يكون 192.